في الأسبوع الثالث من العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا على أراضي الجارة الغربية، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس شتولتنبرغ عن تخوفه من استخدام القوات الروسية أسلحة في أوكرانيا، وشدد في مقابلة على أن خطوة كهذه ستعتبر جريمة حرب. كما أضاف قائلا: سمعنا في الأيام القليلة الماضية مزاعم روسية سخيفة بشأن وجود معامل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية على الأراضي الأوكرانية، معتبرا أن الكرملين يخترع ذرائع كذبة لتبرير ما لا يمكن تبريره.